بالبيرق الغالي تاريخ الزهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال من اول وتالي شتاقنا بسنين امجاد تتعطر كانت لهم وقفات سرابها نفخر صاغوا لنا موروث من اجمل العادة من البحر والغوص ولا اسلوم البار ركبوا البحر بعزوم أقوى من الأمواج ما هاب غدره يوم انهاج وما هاج غاصوا وسط هيرات وتحدوا كل غبة حصدوا لنا دانات تتلى لكنها سراج وجيتهم في البار شجعان فرسان لعبيا ولطويس وكحلان هواهم المقناص ويا الابل والشعر صانوا لنا تاريخ خذ من فعلهم شان أهل البحرين أهل البحرين فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس احنا احنا أهل البحرين أهل البحرين فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس من يلتقي فينا يتعطر الأحساب يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحساب يا سار يا محلى تزيني في العالي فرطين وسمها الخير ما غيرها نوالي عز وشموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي
مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في برنامج السارية. كل يوم نتعرف معاكم على معلومات جديدة من موروثنا الشعبي وتراثنا الأصيل مع نيلة وأكيد مع أم هلال. كل يوم نتعرف عليكم ونستمتع معاكم في السارية. مساك الله بالخير نيلة. مساك الله بالنور. أحمر اليوم ما شاء الله منور. إيه أكيد حق البحرين. البحرين دائما إحنا نذهبها ونذهب اللون الأحمر عشانها. مشاهدينا طبعا أسبوع جمعنا وياكم ومواصلين في برنامج السارية، فرص الربح والجوائز في انتظاركم. لكن في البداية سمحوا لي أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للبرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي، وكذلك شركة بتلكو على دعم هم الكبير لهذه البرنامج. دائما احنا سعيدين بهذا الدعم الكبير اللي يعطي استمرارية لبرنامج السارية معاكم. أكيد. مشاهدينا شفتوني وشفتوا نيلة، بس انا متأكد انكم والهانين على ام هلال، واكيد صرتوا تعرفون وين مكانها. ام هلال في العريش، بنشوف شنو غبقتنا اليوم مع ام هلال ونسوان الفريج، وراجعين لكم ان شاء الله. على النبي محمد، السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير. على القوة على القوة. الله يقويك يا حبيبتي، الله يقويك. صلاة على النبي محمد. والله أشوف منك شيء غير. هذه بنات يا بنتي يسوون البخور. عندنا أسبوع الجاي عرس، وصبروا من الحين يسوون عشان يبس، وعندنا عرس بنقوم الهوب هوبنا. ها وشم الروايح الخنينة. عندنا عرس وتفضلي معزومة. الله يحشمك. ومني مني. ها شنو هي غبقتنا الليله؟ غبقتنا اليوم شو اقول لك؟ إيه؟ البنيات قالوا ناس قالوا يبون يسمونه موش. إيه؟ كشري موش مال الاول. كشري موش زين. على طري لو يوبس. على طري من امه. على ربيون طري. عم ربيون طري. انزين والجدر سوني. سوني نطت واحده قالت بس موش. إيه؟ بعد خاطرنا في مكبوس، مكبوس هامور. يا سلام. أي. بحبوله بكل شيء. يا سلام يا سلام. هذه قايته. هاي قايته. اي ترى يطلع خفيف. ايه. حق القبقة. اي نعم. وصنيتك وجدرك وكل شيء بيك ليه محلك. صلوا على النبي محمد. ايه. وهالخضره الزينه وهاللومي. ايه. من ها بنطرشاش من ها. يا سلام. ايه. عليه هذه لومي. ايه. بن زهير يسمونه. اي نعم. يا زينه. الصلاة على النبي محمد وهال ايه والخاس والبربير والرويد كل شيء ان شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يا زين خضراتنا. ويا زين اكلنا ودلنا كامل عليك. صنعنا صنعنا ما يحتاج عليك بدل العرب. يا زين تستاهل. اي نعم. صلاة على النبي محمد. الجدور تنبخ. ايه. ما شاء الله. شوف الخير. ايه كلهم مشغولين. والله يا مشاهدين ان تستاهلون هالذوق وهالطعم وهالريحة الزينة. انا اول ما اقبلت شميت ريحة هالبخور. اي والله طيب الزين. من كذي انا سألتك. ايه نسوي وصبرون الحاج. ما شاء الله. وصبرون الحاج. ان يكورون البنات وكذي. اي نعم. لا 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 مالي بد مالي بد منكم. اي والله مالي بد منكم ولا لي قناه عنكم. نعم. واحنا بعد نتريا طريجك. حي الله من يونا. الله يحييك اكثر. اي والله حي الله. الله يسلمكم. الله يسلمك. عود الحين عود سمحوا لي. اي يتيمي بروح حق بنيتي نيله وولادي حسن وحق مشاهدينا ذيك النوحيه. اي يا على دربك ما ينقطع. الله يسلمكم. اي دربك خضر. حي الله من موش ربيان وهامور. ان شاء الله بتكون غبقتنا يا نيله ولا احلى. بحاري قلتي بحاري. هل البحرين معروف عنه. يا سلام. ان شاء الله باذن الله بتكون غبقتنا رهيبه. أكيد طبعا إن شاء الله. اكيد مشاهدينا بنستذكر معاكم طريقه الاشتراك في مسابقتنا، بتشوفونها اكيد بعد شوي، لكن خلينا نعرفكم على الطريقه حق الناس اللي اليوم قاعد تتابعنا. نيله طبعا بيكون عندكم ثلاثه اسئله، كل سؤال بيكون عليه جائزه ماديه مقدمه من شركه بتلكو للاتصالات. السؤال الاول بيكون بقيمه 100 دينار وعندكم 30 ثانية بس علشان تجاوبون على السؤال. أما السؤال الثاني بيكون بقيمة 300 دينار وعندكم أيضا 30 ثانية علشان تجاوبون على السؤال. السؤال الأخير وهو الثالث بيكون بقيمة 500 دينار
في بعض الأحيان أو أغلب الأحيان ما تكون هناك وسائل مساعدة، بس إن شاء الله يعني تفوزون معانا ليل 500، وإذا خسرتوا في السؤال الثالث للأسف بترجعون للمئة دينار، بس نفس ما أقول أنا دائما نيلة ما في خسارة معنا. أكيد ما في حد خسران، ونرجع نذكر المتصلين والمشاهدين إن كل متصل راح تكون معاه ديرة. طبعا هذه الديرة إحنا ماخذينها من الغواصة من النوخذة اللي كانوا يستدلون فيها أيام الغوص في الاتجاهات في البحر، فيها 32 اتجاه، إحنا ماخذين الأربع الاتجاهات الأساسية. سؤالنا دائما نسألكم إياه عن كل متصل، أول سؤال نقول لكم ما هي الاتجاه وشنو الاتجاه اللي طلع لكم؟ عندكم الياه اللي هي الشمال، قطب اللي هي الجنوب، مطلع هي الشرق، ومغيب هي الغرب. وكل متصل بتكون معاها الديرة، وودنا ان كل متصل يتصل علينا يقول يا رب السارية، لان اذا طلعت لكم السارية تحصلون 500 دينار من غير اي اسئلة. ان شاء الله طلعت السارية، السارية يا رب، اهم شي الدعوة مثل ما تقول. لازم لازم ان شاء الله. طبعا اكيد الناس في انتظار سؤال المسابقة، مسابقة السيارة، بس قبلها طبعا مفاجأة انا الى الصراحة. شنو المفاجأة؟ اليوم لازم، لأن بكرة بيكون يوم الجمعة، ايه؟ معناته يوم السحب على السيارة، فبإذن الله إن شاء الله يا سلام هالمفتاح بيكون من نصيب الفائز الأول معانا إن شاء الله بكرة، السيارة المقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي، أول سيارة بتكون سلام. من نصيب مين؟ إن شاء الله بنعرف. خلونا الحين ننتقل إلى سؤال مسابقة السيارة ونرجع إن شاء الله. الخليفي بدا زين المثايل، هيضه نوض براق ينوض، بارج في ثقيلات المخايل، سامر بالدجا برقه عروض، ينثر الغيث من وبله حمايل، راسي واني مشيه يروض، جعل يسقي لنا ذيك المسايل، من بلادي ويروي كل روض، دارنا وامنا دار الحمايل، كل دار سواها ما تعوض. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. ما شفتم مشاهدين، هذه هو سؤال اللي أهلكم للدخول على سحب السيارة. طبعا لازم تعرفون من هو قائل هذه الأبيات، وبكرة إن شاء الله راح يكون السحب على السيارة بإذن الله. السحب على السيارة، والحين وصلت الحبيبة الغالية طبعاً. أم هلال، سلام عليك. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا، مساكم بالخير. مساء الورد، مشبعة بالذهب، عساكم طيبين، مشبعة بالذهب والعين فسخاتم. هلا ومرحبا فيك، الله يسلمك. ما لنا غنى عنك يا ام هلال، سلام. شلون الزاهي الجميل عينك، بس دائما يعني احنا نتطمن لما تكون هي موجوده في العريش، يعني بنعرف ان شاء الله شنو الغبقه وشنو بنتغبق ان شاء الله اليوم معاك. شلون هناك الاوضاع؟ الطباخ كلمينا عنه شوي. عذاب والله، اللي سلمتي من العذاب يا رب. عذاب عاد انتي، عاد انتي تحبين الغمور. عاد انتي تحبين السمك؟ اي احب السمك، انواع انواع. شنو النوع اللي تحبينه؟ احب الهامور. تحبين الهامور يعني اليوم طبي في الهامور. الصافي الصافي، ما نستغني عن الصافي. لا ومساويين جدر ثاني. يا سلام، تبقعون شنو؟ شنو كشري ماش. ما يا سلام، اي كشري ماش ذي مال الاول لو على ربيان طري. يا الله صراحه ما فينا صبر، تحمسينا. تين لنا وتيبين لنا الأخبار وتحمسينا. يعني عيني على طول على وين؟ عينك على الغبقة من الحين. طبعا نيلة
المشاركة؟ طبعا مشاهدينا أكيد حابين نذكركم بطريقة المشاركة في مسابقتنا. يتطلب منكم الدخول للموقع الإلكتروني الظاهر في أسفل الشاشة، تسجلون في بياناتكم من الاسم الكامل، رقم الموبايل والرقم الشخصي، وبإذن الله بتكونون مشاركين ويانا وبنتصل فيكم بإذن الله. الكل يكون فايز معانا. وصار وقت المسابقة الحين، ناخذ معاكم أول اتصال. ألو، مساء الخير موسى. حياك الله. مساء الخير موسى، شلونك؟ مساء النور. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك يا الغالي. ان شاء الله جاهز موسى ومحضر معلوماتك باذن الله. ان شاء الله باذن الله. دام ان انت جاهز نروح حق الغالي ام هلال وتعطيك الديره ان شاء الله. بنشوف وين بترسي، بس قبل اقول يا رب ترسي يا رب على الساريه وتاخذ ال 500 يا رب. يلا يا رب نروح عند ام هلال. دام انك جاهز يا موسى نشوف الديره وين بترسيك. يلا نشوف الديره يا موسى وين بترسيك. ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. ان شاء الله. وين رسيت؟ مطلع. تعرف وين مطلع موسى؟ تفضل. ان شاء الله. مطلع وين؟ من الاتجاهات شرق, شرق. ولا شرق؟ شرق. شرق فعلا، مطلع شرق. وان شاء الله سؤالك بيكون عن اللؤلؤ والاحجار الكريمه. نشوف السؤال معاك يا موسى دام ان انت جاهز. موسى، يقولون المعروف ان معظم الجواهر والاحجار الكريمه تكون ذات مصادر مختلفه، منها الصخور والجبال وايضا من باطن الارض، وقليل منها ذات اصل حيواني. انا حين اطلب منك ان انت تذكر لي نوع واحد بس من اصل حيواني. بعطيك خيارات، هل هو اللؤلؤ او الياقوت او الفيروز؟ عندك ثلاث احتمالات وراح يبتدي معاك الوقت 30 ثانية. اللؤلؤ او الياقوت ها او الفيروز يا موسى؟ ها اللؤلؤ. اللؤلؤ اللولو. اللولو مثبت على اللولو. اللولو هي يما ثبت. ثبت ها اللولو. ما شاء الله عليك. ثبت إيه؟ على اللولو. اللولو مبروك عليك 100 دينار من شركة بتلكو يا موسى. موسى الله يسلمكم، مشكورين عليك بالعافية. ال 100 دينار ان شاء الله مواصل يا موسى. مواصل ما فيها خسارة ان شاء الله. مواصلين ان شاء الله ما في خسارة. سؤالك الثاني، ما زلنا في اللولو، يقول لك من صفات اللولو إنه في نوع صغير من أنواع اللآلئ ما له قيمة مادية، ما هو هذا النوع؟ أعطيك إن شاء الله الخيارات. تفضل. البطن، الذيل، ولا السحتيت؟ يلا يا موسى عيدي عليه مرة ثانية. البطن، الذيل، ولا السحتيت، أيهم من هذه الأنواع هي اللآلئ الصغيرة اللي ما لها قيمة؟ السحتيت. أثبت لك السحتيت. يا سلام عليك. السحتيت. ثبت السحتيت. ألف مبروك، هذه 300 دينار يا موسى. مقدمة من شركة بتلكو. مقدمة من بتلكو. هاتي أم هلال، ما نخسر إن شاء الله. إن شاء الله ما تخسر يا رب. إن شاء الله. بتواصل عدونا فيني عقد عقب البورحة. بتواصل. لا نواصل إن شاء الله. ولا يعني بتنسحب؟ لا نواصل ان شاء الله. ما حاجه ان شاء الله ما من خطر. السؤال عندي ان شاء الله نشوف السؤال عدل. ان شاء الله خفيف يا رب. تفضل. السؤال يقول ما اسم اللؤلؤه التي تكون لاصقه في جدار البحاره؟ شو اسمها؟ ها ها على الصدقين يا ام هلال، اذا مركز أنا يوميتي غنيت لك، كانت من ضمن الأغنية. يا ريت تكون مركز. عاد ما في مساعدة يما، لا تروح عليك الذي أنا مكبعة بالزري والعين. شيء خاتم. شنو اللي يحطونه في الخاتم؟ شو يسمونه؟ موسى. اللي يحطونه في الخاتم شو اسمه؟ موسى. موسى طبعا رسى على المئة دينار، خلص الوقت عنده. طبعا اللي يسمونه او اللولوة اللي تكون لاصقة في المحارة يسمونها الفص. يعني قبل شوي نيلي قاعد اقول يوميات ام هلال سبحان الله غنيتها مجبعة بالذهب قلت والعين فص. بس هو يمكن ما كان مركز معانا. ان شاء الله حظ اوفر. مشاهدينا معانا اتصال ثاني، نقول الو مساء الخير. فيصل. مساء
الو يا هلا ومرحبا، مبارك عليك الشهر يا فيصل. اهلا وعليك، شلونك وشلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله بخير. الحمد لله. جاهز حق مسابقتنا؟ باذن الله. باذن الله. نقول حق ام هلال انك جاهز. ما دام انك جاهز نشوف الديره وين بترسي. نشوف الديره يا فيصل. يلا نشوف الديره. يلا ساري. يلا السارية. يلا ان شاء الله السارية. في الياه، وين الياه يا فيصل؟ الياه وين؟ جنوب. لا عكس. شمال. شمال وانت الصح، بس مو بهذه سؤالك. سؤالك الاولي في الاسماك البحرينية، خلونا نشوف معاكم هالصورة وبعدها بسألك السؤال يا فيصل. الحين بتطلع لك الصورة. طبعا هذه صورة سمكة معروفة عند أهل الخليج جميعا، خصوصا في أكلة المكبوس، ما لنا بد عنها، واليوم أصلا بناكلها. عرفتها؟ إيه عرفت. شو اسمها؟ هامور. هامور، بس مو بذي سؤالك. سؤالك يقول ما اسم ولد الهامور أو الهامور الصغير؟ أعطيك الخيارات؟ بالول؟ بدون خيارات؟ لا لا أعطي الخيارات. أعطيك الخيارات. الخيار الأول هو يمير ولا البالول اللي تبيني أثبته ولا الهامورة؟ بالول. البالول. ثبت لك البالول يا فيصل، وأنت الصح، وهذه 100 دينار. ألف مبروك، مقدمة من شركة بتلكو. مبروك عليك. مبروك عليك 100 دينار. اتوقع بيواصل. الله يبارك. إيه. عاد بعد ابشرك السؤال بيكون عندها ان شاء الله، يعني انت مرتاح 100%. انزين ضبطنا ام هلال. يقول لك ضبطينا ان شاء الله. لا كل شيء سهالات باذن الله. الحين شوف الصوره اللي بتطلع لك. انزين ان شاء الله. هذا الصوره واضحه وباينه وعندك، وشفتك تعرف انواع السمك ما شاء الله عليك. انزين احنا الصورة اللي على الشاشة اهل البحرين يطلقون عليها الفسكرة. نبي نعرف شنو الاسم الاخر. هل هو ام عقال بنت النوخذة ولا ام الخطوط؟ من بنت النوخذة. احسنت صح. ثبت ثبت. مبروك عليك 300 دينار. انا كنت ناطر ثبت وثبت الحمد لله. مبروك عليك ال 300 الغالي. بتواصل؟ عم بتساعدوني بنواصل ان شاء الله. ان شاء الله ام هلال موجوده، الكل يعني تبارك فيها. يا الخير فيها الخير. نواصل ان شاء الله. الخير ملفوق. يلا نواصل معاك. سؤالك ايضا في الاسماك البحرينيه الغالي، يقول لك تتردد الاسطوره عند البحرينيين تقول ان الهامور الصغير، او البالول يقول لمه يا يمه لا تصيحين علي الا لين شفتي عظامتي فوق السماد ام هلال، صح؟ او ساعات يقولون على السيف. على السيف يقولون. على السيف. الاولي. سؤال يقول الحين ماذا يعني بهذا القول؟ يا يمه لا تصيحين علي الا لين شفتي عظامتي فوق السماده. شنو يعني بهالكلام؟ واضح. شنو يعني؟ واضح. تقول لك ام هلال واضح. واضح ان الهامور يعني الهامور اللي طلعوه. ايه ما في مساعدة يعني كلها. ام هلال شلون؟ يقول لك شد مساعدة. ما في مساعدة ام هلال. واني قلت لك انت فكر في السؤال يا يمه، ان الهامور يعني لين طلعوه شو يصير فيه؟ يا للاسف فيصل. للاسف رجعت ل 100 دينار. الف مبروك عليك ال 100 دينار. مثل ما اقول دائما ما في خساره. يقولون الهامور ما يموت بسرعه، ما يموت، عشان كذي يتكلمون عنه. وفي معلومه بعد ام هلال، يقولون ان الهامور ساعات يتنفس من مسامات الجلد اللي عنده. ايه شلون في الطباخ صج في الطباخ يعني الهامور لين يابوه ما يموت. ايه ياما وحده يعني رعيه بيت وهي الصفطه عضها، مو مثل الحين يبونه مصفط وجاهز ومقطع. يعني كانوا يبونه من السوق ويصفطونه فيعض، فياخذ وقت يعايش يعني، ويتم عايش ينافخ يلبط. لا اله الا الله. عشان كذي قالوا ساعات ينفلت من ايديهم.
زين الحين كذي يعني قول اللي موجود الحين في العريش لو ذوقك من خلاص عشان كذي قال حق امه شنو يا يمه لا تصحين علي لا تبكين علي ولا تفقديني لين تشوفين عظمتي على السيف على السيف او على السمارجة الحين احنا خلينا نشوف عايل الهامور اللي عندنا في العريش وراجعين لكم مشاهدينا تشوفون معانا مشاهدينا اجواء العريش اللي احنا فعلا حابين دائما تشوفون معانا الطريقه وطباخ الاول ام هلال وما شاء الله نسوان الفريج شغل شدان عندهم اي ما شاء الله اي نفس ما قلنا اليوم مموش ربيان وهامور وهامور ما تبوس هامور يا سلام احنا عندنا العيوش هناك والهامور وطلي وراك تبارك الله ضيافش حلوه يا في الطريق ما شاء الله اي ما يبطون عليش نهائيا اليومين اهلا وسهلا يا سلام مساكم الله بالخير يا هلا وغلا حياكم ما شاء الله والقدوع الزين الله يمسيكم بالخير يا هلا وسهلا شو مش عندك شايبين اليوم ما يحتاج سمبوسه حلوه سمبوسه الحلوه يا والقيمات هلال يلا عليك بالعافيه قيمات بالدبس عاد هذه نيله ضروري في تحديدا في العيد طبعاً. اول شيء السمبوسه الحلوه انا غرامي ذي والقيمات احنا والقيمات يوميا في رمضان ونوصل والله ليل عيد احنا مكملين وياهم في القيمات طبعا ان شاء الله طبعا بنكون متواصلين مع متسابقينا بنرجع حق الاتصالات ان شاء الله بتكون معانا جميله لو مساء الخير جميله شلونك الله يسلمك مبارك عليك الشهر مبارك علينا وعليك ان شاء الله جاهزه جميله ان شاء الله معلوماتك شلون الحمد لله الحمد لله في ثقة ان شاء الله الحمد لله باذن الله في ثقة جميلة دام ان انت جاهزة نروح حق ام هلال ان شاء الله والديرة بتكون معاها جاهزة يا جميلة جاهزة ان شاء الله نشوف الديرة وين بترسي وين بترسي الديرة يا جميلة ان شاء الله ترسي يا رب السارية يا رب في الياه ان شاء الله في الياه جميلة نعم نعم الله عليك وين الياه وين كذا؟ وين الياه؟ أي اتجاه الياه؟ أي اتجاه إن شاء الله سوريا. خلاص إحنا نطلع لك الياه. الياه هي الشمال. أسئلتك راح تكون عن الإبل. الإبل؟ إيه إن شاء الله. أسئلتك سؤالك الأول. إن شاء الله فضلك. يقول لك زاد فضلك. يقول لك الراعي هي حرفة اللي يقوم برعي الغنم والخراف. حلو؟ نعم. حلو؟ نعم شي يسمون اللي يرعى الإبل أعطيك خيارات اي هل يسمونه راعي هل يسمونه وبال هل يسمونه جمال ركزي شوية ركزي ما طبعا احنا نبي الاسم اللي يسمونه في البحرين لان الاسامي تختلف من منطقة الى اخرى هل هي راعي وبال ولا جمال ها
قلت لك شنو هي اول كلمه؟ راعي الغنم شو يسمونه؟ شنو اول كلمه؟ ايش قلتي لها اول كلمه؟ قلت لها راعي وبال ولا جمال؟ ها يلا تكلمي راعي راعي ثبت الراعي. الف مبروك، هذه 100 دينار مقدمه من شركه بتلكو، ان شاء الله مواصله. ان شاء الله. ركزي عاد واللي سلمك ويانا، سؤالك الجاي عند ام هلال. اي نعم. اي حبايبي يعني انتبهوا حق السؤال. نعم. انزين. السؤال يقول كم مدة حمل الناقة؟ خيارات فيها 9 شهور، 10 شهور، ولا 12 شهر؟ كم مدة حمل الناقة؟ كم؟ 9 شهور، 10 شهور، ولا 12 شهر؟ 12 شهر. 12 شهر، ثبت. 12 شهر. مبروك عليك 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. جميلة جميلة. نعم نعم الله عليك. بتواصلين ويانا؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أسألك سؤال 500 إن شاء الله، بس إذا ما جاوبتي بترجعين للمئة دينار. بتواصل؟ عندك 20 ثانية، فإن شاء الله لازم تكونين معاي مركزة لأن ما عندنا خيارات، وعشرين ثانية حق السؤال. نواصل إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله الله فينا ام هلال. ما في مساعدات ام هلال، تقول لك الله الله فينا اليوم. ام هلال ما ساعدت احد لانها خايفه، نظرتها متغيره اليوم ام هلال. من عقب امس استلامت وقالت خلاص. يجعل خوفنا من ربنا. لا انا عن المواصل. عن المواصل. لان قلت ما بتدخل الحين، ما بقول لهم واصلوا لان وايد ضاق صدري امس. بسم الله عليك. بسم الله عليك. ها نواصل ان شاء الله. جميله ان شاء الله. ان شاء الله. سؤالك لل500 يقول لك ماذا نطلق على الذي يوجد في اسفل ارجل البعير؟ شو يسمونه اللي في ريوله في ارجل البعير؟ شو يسمونه؟ 20 ثانيه. شنو هو اللي في ريوله؟ شو يسمونه؟ الخف. الخف. اثبت لك. ثبت الخف. الخف اثبت لك وانت الصح. 500 دينار مقدمه من شركه بتلكو، تستاهلينها. تستاهلين، هذه نيتك زينه. يعني ام هلال من غير اي حتى مساعده ما شاء الله عليك. جميله مبروك عليك ال500. ما شاء الله ما شاء الله. الحماس. اي والله صدق مبروك فعلا عليك. يسمونه الخف اللي موجود في ارجل البعير، اسمه الخف. من غير اي مساعده. من غير اي مساعده، تستاهل كل دم وضمير. قالت اصلا بثقه وخذت ال500 بثقه. ما شاء الله صحيح عليك. تستاهل. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ان شاء الله وراجعين لكم من بعده مع برنامج الساريه. خلكم ويانا للمشاركه في برنامج المسابقات الساريه. الرجاء الدخول على موقع المسابقه www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبه، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. أكيد مشاهدينا وبرنامج الساري متواصل معاكم. أكيد شفتوا لقطات جميلة حق نسوان الفريج، منهم كانوا يطبخون وفي منهم يكورون البخور. سالفة البخور اليوم
وبرا ما تدرون. لا لا ما دريت. هذلين يجهزون البخور حق اسبوع الجاي العرس. ها في عرس؟ اي في عرس بيستوي. عاد ان شاء الله عزموك عليه. يا سلام. عزموني. إيه. عاد بقول لك عاد لا تنسيني ترى انا بنيتك. بعد انت عزموك. ها عزموني اشوى وياك يعني اقدر اروح. ما خلاب عزموني وعزموك. عاد ما شاء الله عليكم دام ان عازمينكم انا اتوقع ان انتم جاهزين. كل واحده فيكم ما شاء الله لابسه الذهب، نايله جاهزه بالذهب وانت كرسي جابر. كرسي جابر. البانكه في يدك ترهش ما شاء الله. البانكه ذي؟ البانكه. ما شفتها والله. تفتر. ما شفتها اشوفها تفتر ما شاء الله فر. تفتر البانكه. سلام عليك. مجوهرات جيهون. مجوهرات جيهون. يا سلام. شيء. تزينينه ولا يزينك. بس باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا مشاهدينا اكيد ارجع اكرر شكري لسمو الشيخ ناصر بن حمد الداعم الاول لهذا البرنامج واكيد لجنه رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركه بتلكو على دعمهم الكبير لبرنامج الساريه. اكيد طبعا احنا دائما نشكرهم. اما الحين خلونا نشوف سؤال مسابقه السيارات وطريقه المشاركه وباذن الله راجعين لكم. تسلم الغالي. شكرا. الخليفي بدا زين المثايل نوض براق ينوض بارج في ثقيلات المخايل سامر بالدجا برقه عروض ينثر الغيث من وبله حمايل راسي واني مشيه يروض جعل يسقي لنا ذيك المسايل من بلادي ويروي كل روض دارنا وامنا دار الحمايل كل دار سواها ما تعوض. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية باتلكو 94444 زين 94499 STC 88880 تكلفة الرسالة 500 فلس. مشاهدينا حابين نذكر ان الفائزين في المسابقه ان شاء الله بيسلمون جوائزهم عن طريق لجنه رياضات الموروث الشعبي، عندهم كل بيانات الفائزين بيتواصلون معاكم ان شاء الله لتسليم الجوائز، ومثل ما شفتوا المفتاح اليوم في بدايه الحلقه بتكون ان شاء الله من نصيب واحد من المتسابقين يوم الجمعه بكره الوعد ان شاء الله. ان شاء الله. ام هلال. عندك مكالمه ام هلال؟ عندي مكالمه. الو. الو. الو حسن. اي نعم. يا هلا الله يمسك بالخير يمه. بالنور. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. حياك الله. هاي يمه مستعد ان شاء الله وجاهز حق اسئلتنا؟ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. نشوف الديره وين بترسيك. يلا السمي نشوف الديره وين بترسيك ان شاء الله. يلا قول يا رب يا رب السارية حسن. ان شاء الله السارية. يا رب يا رب ان شاء الله. مطلع مطلع. تعرف مطلع وين؟ شمال. لا لا مطلع. ايه. وين تشرق الشمس؟ شرق صح. انزين سؤالك شوف الصورة اللي على الشوشة وهني بنسألك عنها. تشوفها؟ إن شاء الله. بينت لك؟ لا حم. لا رحم أطلعت. إن شاء الله. أحم بتطلع. إنزين. ها بينت لك يمه؟ بينت هي بينت. ها شفتها عدل؟ إنزين. إيه نعم. السؤال يقول مطر بحريني انتقل إلى رحمة الله تعالى فمن هو؟ الخيار الأولي محمد علي عبد الله أو عنبر أو محمد الرفوعي. ها ها محمد علي عبد الله. أحسنت ثبت. فوزيت معانا ب100 دينار من شركة بتلكو.
فعلا فعلا يعني نفس ما ذكرت أم هلال هو محمد علي عبد الله فناننا المرحوم رحمة الله عليه اللي أتحفنا بعدد كبير من الأغاني الجميلة منها تصاويب الهوى كم سنة وشهور وبعد أم هلال تذكرينا شو بعد أغاني أنا بصراحة وايد أحب كم سنة وشهور وانت وتمنى شوفتي وتحزني يا سلام وبعد من أغاني الحلوة يعني أنت ما تدرين يعني أنت ما تدرين من الأغاني الجميلة اللي فعلا يعني حتى إحنا تربينا وإحنا نسمعها جميل جدا بتواصل معاي أبو علي بنواصل إن شاء الله إن شاء الله نروح إن شاء الله على السؤال الثاني أيضا بيكون عن أهل الفن بتشوف مع بعض صورة ركز فيها حسن وإن شاء الله بسألك شاء الله. السؤال نشوف الصورة مع بعض طبعا هو فنان في شبابه صورة الشباب أسود وأبيض هو مطرب بحريني اشتهر بأغاني التراث فمن هو هذا الفنان الله يرحمه الخيارات محمد حسن يا عاسم أبوي الله يرحمه أحمد الجميري أو إبراهيم حبيب حسن شو اسم أبوي الله يرحمه الله يرحمه ها انا اسمي حسن محمد حسن شو اسم محمد حسن محمد حسن ثبت ثبت فعلا مبروك عليك ال 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو وعلي تستاهل كل خير ان شاء الله خلينا نشوف الاغنيه الجميله اللي اشتهر فيها فنان طبعا اغنيه يلومي يلومي بنرجع تواصل معاكم لون الربيعه بخده جيت الحلو بالصده لون الربيعه بخده لو يكتبي مصده عن حب ما تاخر لو يكتبي مصده عن حب ما تاخر حامض حلو الأغاني الحلوة ها؟ وين؟ ترى من التراث تعتبر نعم هي يعتبرونها من لبستات يعني النقازي القديمة يا سلام اللي يعني مالت الثلاثينات يا سلام مالت الأربعينات هي خوش معلومة كانوا يطقونها الفنانات ويتقنون بها في الأعراس يا سلام اي والله صدق حلوة لما يقولون يلومي يلومي حامض حلو اي يعني اللي مالت يسمونها طقة البست يا سلام طبعا احنا لما شفنا الاغنية المايسترو اللي كان يقود الفرقة في هذه الاغنية هو استاذنا والمعد استاذنا محمد جمال يعني ما شاء الله نوجه له تحية اكيد طبعا اكيد وشفناه شي في لقطة ايه ايام شبابه يا سلام بالبدلة شعر طويل الله يحفظه ان شاء الله امين يا رب آمين. حسن هلا مرحبا هلا فيك ما زلت ويانا هل انت مواصل لل 500 والله ان شاء الله ساعدوني ان شاء الله ودنا والله نساعدك يعني من عيوننا بس المشكله السؤال ال 500 صعب المساعده هاي من شروط المسابقه هل انت بتواصل عندك 20 ثانيه حق سؤال ال 500 دينار ولا بتكتفي بال 300 وبتنسحب يلا توكل على الله نتوكل على الله ما زلنا في اهل الفن واصل ان شاء الله ان شاء الله وبتعرف الله ان شاء الله الله يرزقك ان شاء الله الله يرزقك ان شاء الله على ما تمنيت نشوف الصوره اللي تظهر على الشاشه وبعدها بسالك السؤال هذه صوره فنان لما كان طفل صغير تقريبا عمره يمكن 3 سنوات 4 سنوات
فنان بحريني وايد معروف وايد مشهور بأغانيه. سؤالك من هو هذا الفنان؟ عندك 20 ثانية، قل لي أسامي المطربين البحرينيين اللي تعرفهم كلهم. يلا يا حسن. مشهور مشهور هو. مشهور وايد مشهور وعنده أغنية وايد مشهورة تغنى في البحرين. قولوا له الأغنية شنها. ودي أقول لك. يلا يما ترى ما عندك وقت 20 ثانية. يعني اذكر أسامي. قول أسامي. قول أسامي. الفنان جميري. الكبير أحمد الجميري أثبت لك الإجابة. ثبتي. فعلا هو المطرب الكبير أحمد الجميري اللي شكل بألحانه وكلمات المرحوم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة ثنائي جميل أثر المخزون الغنائي البحريني بالعديد من الأغنيات العاطفية والوطنية. رحمة الله على الشيخ عيسى والله يمد لنا في عمر فناننا أبو خالد. ألف مبروك يا حسن، 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو. الحمد لله. مهلال على اعصابك كنتي. اي والله. قول اسامي قول اسامي. إيه الحمد لله قال لسه. لان 20 ثانيه إيه ما بقى شيء. خلص الثواني إيه. احنا ونيلة يعني بعد قالت مشهور مشهور وتغنى في البحرين. تغنى في البحرين يا زينة ذكريني. الحمد لله خذ 500 مبروك عليك. خبرنا شلك. الحمد لله. ناخذ اتصال جديد. الو مساء الخير. مساء الخير، معانا الاتصال باسم فاطمة أبو علاي بس بيتكلم أبوها. أبو فاطمة مساء الخير، مبارك عليك الشهر. مساء النور ومبارك علينا وعليكم إن شاء الله. شلون رمضان وياكم؟ والله أبد الحمد لله رب. الحمد لله، إن شاء الله خفايف. الحمد لله طيبين ما شاء الله عليكم. بعد قعدتنا في البيت بفضل البرامج الجميلة اللي تقدمونها لنا. الحمد لله على راسنا. الحمد لله شكركم. ما تقصر. ما عليك سود. اخوي حسن ومتالقه اخت نايلة. ما عليك سود ان شاء الله. عشانكم والله نونسكم وانتم قاعدين في البيت. حياك الله. حياك الله. فاطمة ان شاء الله تكون جاهز نروح حق الديره. ها جاهز؟ جاهز بس قبل جاهز. قبل لا اوديك عند ام هلال اتفر لك الديره قول يا رب الساريه. يا رب الساريه. يا رب الساريه. ام هلال كلها خير وبركه. الله يسلمك. على الله. الخير ملفوك. يلا اذا انت جاهز نشوف الديره هك كيف ترت. إيه. لا يا سلام فاطمه ما شاء الله عليك تستاهل. بفاطمه 500 دينار الساريه من غير اسئله من نصيبك. الف مبروك بفاطمه. تستاهل. سؤال نيلة بفاطمه، يعني انت مشارك باسم فاطمه، ال 500 حق مين؟ حق فاطمة أكيد. حق فاطمة. أكيد أهم شيء توصلها حق فاطمة. تستاهل هو وفاطمة. الله يخليك عليكم بألف عافية إن شاء الله. مبروك عليكم 500 دينار من شركة بتلكو للاتصالات. ألف مبروك يا أبو فاطمة. أول واحدة ذي اليوم تطلع. أول سارية اليوم عندنا. أول 500. مع الدعوات إحنا ودنا كل متصل يتصل يقول يا رب السارية. اي والله اتمنى ان شاء الله. يعني عشان شي انا احاول اذكرهم قولوا يا رب السارية ان شاء الله تطلع لكم. على قولة ام هلال نيلة سعد تقول على مرة ملك ما تدري. اي يصير بمرة ملك الدعوة. والحمد لله والرب عز وجل تقبلها. يا سلام. الحمد لله. بس الاسئلة اللي مرت الحين كانت حلوة خفيفة عن مطربين. عن فنانين اللي اثروا الفن البحريني صراحة. صحيح. كل الاسامي اللي ذكرت كل واحد ترك بصمة جميلة وعن اسمك. مشاهدينا رايحين معاكم فاصل إن شاء الله وراجعين مع برنامج السارية، لا تروحون بعيد. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.
دام نشبه معناته العد التنازلي بدا حق الغبقه. اكيد يعني معناته احنا بارزين، بس قبلها ام هلال ايه ما نطر الناس، عندنا شي مكالمه بعد ناخذ متسابق نفوزه. ناخذ متسابق ان شاء الله. المكالمه عندك تكون الو الو خالد. اي نعم ابو خالد معانا. ابو خالد معانا. ابو خالد ايه. الله يمسيك بالخير يمه. مسيت بالنور. رمضان عليك مبارك ان شاء الله. علينا وعليك. هاي امه جاهز؟ ان شاء الله. ان شاء الله نشوف الديره وين بترسيك. قولي يلا. يلا الصواريخ. يلا الصواريخ. يا رب يا رب يا ابو خالد. يلا. يا سلام. يا سلام. يا سلام عليك. ابو خالد. خالد. شفت شياك من الله؟ اي صفقة حلوة، صفقة حلوة اللي يما نسمع الصفقة مرة ثانية. فازيت بالساري 500 دينار. مشكورين مشكورين ما قصرتم. تستاهل. تستاهل. من شركة بتلكو. مبروك عليك ابو خالد، تستاهل من غير أي سؤال. فز معانا ب 500 دينار من شركة بتلكو، تستاهل ألف خير. عليك بالعافية يا ابو خالد. يا سلام عليك. وإن شاء الله تستاهل يا ابو خالد. لا صراحة شي الواحد يستانس كل ما يشوف السارية تطلع. إيه. يستانس. كنا احنا اللي فايزين. إيه دائما احنا كل يوم نقولها لأنه صدق. فعلا. كل متصل معانا يفوز ومن غير أسئلة احنا احنا ساعات نتحمس أكثر من المتصل. لحظة مو بس كذي، ما تلاحظون إنه إذا يخلص الوقت وهم ما يجاوبون ولا نحس إنهم انقطعوا عنا نتوتر. إيه. نخاف نقول إيه والله صدري. إيه. سمع. اي والله ان شاء الله دوم يكون من حظوظ المتسابقين ان شاء الله تطلع من السارية دائما. بس بعد نذكر ان اسئلتنا ما شاء الله خفيفه حلوه، عن تراثنا، عن موروثنا، عن البحر، عن القنص، عن الفنان اليوم حتى في اسئله جدا جميله. طبعا. نعم. واتوقع حتى الاجابات صارت اسهل مع ناس كثير من الناس قاعده تجاوب معنا صح من غير حتى مساعدات. قاعد تلاحظون اي صح. وانا اللي حبيته ان الناس صارت فعلا بدات تبحث في موروثنا. صحيح. صارت تحاول ان هي يكون عندها معلومات قبل لا نتصل فيهم او قبل لا يشاركون، فحسيت ان احنا فعلا قاعدين نوصل حق الهدف اللي احنا ودنا ان احنا نوصله. صحيح. ان احنا نرسخ هذا الموروث الشعبي وتراثنا وتاريخنا عند اهل البحرين وحتى اهل الخليج يعني ما شاء الله. اكيد طبعا اكيد طبعا. ما شاء الله كنا طبعاً الحين مسابقه السيارات شلون السؤال شلون ايضا تجاوبون معانا. وباذن الله باذن الله مثل ما ذكرنا ان بكره بيكون عندنا اول فائز بالسياره يوم الجمعه، والسيارة طبعاً نذكر مقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. خلنا نشوف سؤالنا، نشوف الأبيات ونرجع نتواصل معاكم. الخليفي بدا زين المثايل، هيضه نوض براق ينوض، بارج في ثقيلات المخايل، سامر بالدجا برقه عروض، ينثر الغيث من وبله حمايل، راسي واني مشيه يروض، جعل يسقي لنا ذيك المسايل، من بلادي ويروي كل روض، دارنا وامنا دار الحمايل، كل دار سواها ما تعوض. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. غسلتها. إيه يا بوي هذه واللي سلمك صرت الخضرة عندي. يا سلام. هذا ما يصير انت ناصف. يا سلام. لا لا عيالتين شلون خلق الصينية عندك؟ ما صار خضري في المجبوس يا زياد. كيف؟ موش موش ايش؟ رماش. اي والله
ريحته واصله لهني ما شاء الله. يا سلام. طبعا نرجع نذكر المشاهدين بسؤال السياره اللي راح بكره يكون عليها السحب باذن الله. من قائل هذه الابيات اللي كنا نكررها طول المسابقه اليوم؟ طبعا شنو عندك حسن؟ مهلا ذي المفتاح، مفتاح الخير ان شاء الله بكره ان شاء الله باذن الله بتكون من نصيب اول فائز معانا، غير الجوائز الحلوه اللي تي من الساريه وال500 اللي تطلع لكم. اول سياره، اول سياره ان شاء الله المقدمه من لجنه الموروث الشعبي بتكون من نصيب واحد منكم. انا متحمس وايد حق بكره ترى ان شاء الله. ان شاء الله هي طبعا مقدمه من لجنه رياضات الموروث الشعبي، ما قصروا وقدموا لنا 7 سيارات، كل يوم على سياره وكل عيد سياره، كل يوم كل عيد، كل يوم كل عيد، كل يوم عيد. اول عيد، ثاني عيد، ثالث عيد، يعني ان شاء الله عندنا 7 سيارات طبعا الثامن ان شاء الله لي. مشاهدينا قبل لا نختم طبعا نشكر مطعم الداعوس على هذا الطباخ الطيب، ما قصرتوا وتسلم اياديكم. وطبعا الشكر واصل الى سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه الداعم الاول لهذا البرنامج، وايضا الى لجنه رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركه بتلكو على دعمهم لهذا البرنامج. شكرا لكم جميعا، ونلقاكم بكره باذن الله الساعه كم؟ 10:30 باذن الله. متواصلين معاكم انا ام هلال الغاليه ونيله مفتاح السياره باكر. مفتاح السياره تذكروا. مع السلامه.